طبعا تشوفوا قدامنا الان هو عرض للسيارات المعدله سواء بشكل شخصي او عن طريق جراجات، وملاكه اغلبهم كلهم هالقطر يعرضون سياراتهم في هذا المكان. وادعوكم للحضور ودعم شبابنا، لان بالفعل راح تشوفون انجازات وتشوفون ابداعات وايد حلوه. شرفنا بتواجد أخوي حسن الساعي من أبرز وأهم الإعلاميين في معرض كاستم شو للسيارات المعدلة لأول مرة يقام في قطر. طبعا معانا 14 فئة من أنواع السيارات كل موديلاتها بكل أحجامها. طبعا عندنا 14 فائز من ثلاث فائزين من 14 فئة، وعندنا سيارة واحدة راح تكون المميزة على المعرض كامل. نوعد الشباب أنه راح يكون السنة الجاية أضخم من هذا التجمع. طبعا تقريبا عدد السيارات المشاركه معنا 100 سياره والعدد في تزايد، وتشرف ان نكون ان شاء الله نرضي شبابنا. مرحبا اخوي حسن، هذه السياره احنا سوينا كامله عندنا في الجراج، معدلين الماكينه بالكامل، البريكات سيستم، الجير، السسبنشن كامل، وهذه حق البطولات المحليه اللي موجوده في الدوحه اللي تصير في النادي قطر الرسمي للسيارات. يعني مو بالشارع؟ لا مو بالشارع. بالشارع. اها ومسمح ان يطلعوا بالشارع الشباب؟ لا. حلو. هذه هذه حق من؟ حق سعود بن حمد العطية. هذه السيارة سوينا حق درفت، بنينا الماكينة بالكامل عندنا في الجراج مع الوايرنج، تبرمجت بواسطة علي الأنصاري، التواير، الجير، السسبنشن كامل، الرول كيج سواه سعود عنده في الورشة، في ورشة جي تي كاستمايزر عنده. احنا استلمنا الانجن بيلدينج والتيونينج. السيارة هذه مخصصة بس حق الدرفت وحق الحلبات فقط فقط فقط. مشاركات وحتى ناويين نشارك فيها برا ان شاء الله باذن الله السنه الجايه. هذا ايش بالنسبه للموتور؟ هاي السياره نيسان بترول، معدله ماكينتها بالكامل، تيربو، جير، سسبنشن، تواير، بريكات، من اهم الامور تكون على هالسيارات. ومعدله للرول ريس والمايل، قطر مايل فقط بس. اي من داخل مغيرين الداشبورد فيها بعد. نفتح الباب داخل نشوف. اي نعم. السيارة مجهزة ما شاء الله. هاش موديل السيارة هذه؟ سيارة 2018 اصفار من الوكالة، غيرنا كل شيء فيها تقريبا. السيارة نيسان بترول معدلة، حق اعتقد انه مسوينها الشباب حق بطولات القطر مايل والرول ريس. شغل مكينة. وهذه هذه سيارة ماجد الشرشني من جراج رب سبيد، سيارة شغل ماكينة فئة النايتروس حق الساند دراج. ساند دراج اي نعم، حق بطولات الساند دراج.
طبعا محترف عالمي ما شاء الله عليه تركي في مركز الجابر او الجابر موتورز، يضبط لك الموتى مثل ما تبغي وبشكل احترافي جدا. حياكم هنا في البوت عندنا مقرنا في كتر موتر شو، ممكن من خلال حضورك تسجل بياناتك وتدخل السحب على جائزة كبرى. الجائزة عبارة عن جلاد قيمة 15,000 ريال، بس تحضر عندنا ناخذ بياناتك وتدخل معنا في السحب في اليوم الختامي. وعندنا شغلة ثانية هو الممبرشيب، البطاقة العضوية، هذه بطاقة مجانية تحصل على خصم مدة سنة 15% على أي خدمة من الخدمات. تسجل بياناتك وتاخذ بطاقتك وتستمتع لمدة سنة عندك أي شيء، سيارتك، سيارة هلك. طبعا هذه السيارة مجهزة للانتقال في لعنن فور ويل، مع طبعا شاشة عرض توعوية مثل ما نشوف السيارة هذه أيضا مشاركة في هذا المعرض، نوع من التوعية والتثقيف، وهذا شيء جدا مهم. شكرون عليه الأخوان في إدارة المرور. الرقم اللي تشوفه الآن هو رقم تيدر، وهذا طبعا من اشتراطات المرور، لازم يكون في رقمين، رقم في الأمام ورقم الخلف للتيدر
ولا نستهين بهذا الموضوع لسلامتنا وايضا لضبط المخالفين. اشتراطات السلامه للدراجه الناريه ايضا نتحدث عنها، الاناره الضوئيه، الانتباه السيارات او الدراجات، والارايل الضوئيه، والخوذه طبعا، حزام الامان، سلامه الاطار، سلامه الاطارات من اشتراطات السلامه الدراجات النارية. little bit noisy. okay. now this plate. هذا هو الرقم الشاصي الموضع على بليته. Now this plate should be fixed on this trailer. On the side. On the side. After we fix it, we need also to stamp the same number on this trailer. بعد وضع البليته ورقم الشاصي يحفرون رقم شاصي نفس الرقم الشاصي على الشاصي نفسه. We need also to stamp it here and yeah. the trailer sequence number. Then after that, it's okay. Ready for plate number. Thank you, Mr. Eric. Thank you, sir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الملازم ثاني يوسف فهد العلي من إدارة التوعية المرورية. اليوم بنتكلم عن طريقة حفر رقم شاصي حق التيادر الصغيرة. Today we have Eric from Fahes. He will talking about the stamping the chassis number for the mini trailers. Hello, Mr. Eric. Yes, sir. Yeah. First, we need to verify the number from GTD, from Police Department. Yeah. After we have received from Police Department. Then we need to enter to our system. We need to enter here. Then we put new number. Put new number. As per the number from the GTD. Yeah. Then we 2, 3, 4. Now we are ready. Okay. Now we need to first stamp the plate.